عندنا موضوع خطير جدا، خطير وكثير عند الناس. ما هو؟ التطير، التشاؤم، يتشاءم لا تفعل. بماذا؟ بمرء أشياء يراها، يرى أكرمكم الله الصباح كلب أو بومة أو رجل أعرج أو أسود، قال أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشطر، يا الله صباح خير. تطير هذا، عندما يقول أعوذ بالله الله صباح خير تطير. يأتي اتصال آخر الليل وقال الله يجعله خير، خير يا طير. تطير شرك أصغر وقد يصل الأكبر. يضحك يضحك وهذا يقول الله يكفينا شر الضحك، تطير شرك أصغر. يتطير بأشياء يراها، كلب أكرمكم الله، بومة، غراب، رجل أعرج كذا، أو يتطير أشياء يسمعها، صوت أكرمكم الله، كلب أو كذا، أو أزمنة أو أمكنة، بيوم من الأيام، بشهر من الأشهر، بمكان، بثوب، بلباس، بقلم. مسلم ما يتطير، من اللي يتطير؟ المشرك المنافق. المسلم الموحد يتفاعل لا يتطير أبدا، ويعلم الصغار عندنا الاستقسام بالأزلام. استقسام بالأزلام كيف؟ يعني يقول الآن للصغير تريد تلعب أو لا تلعب، صح؟ تذهب إلى الملعب أو لا، تتزوج أو لا تتزوج، تسافر أو لا تسافر، إيش تصنع؟ هذه أسافر وهذه لا أسافر، هذه أفعل وهذه لا أفعل. وش يقوله يا شيخ إبراهيم؟ يقول حقرة بقرة، صح؟ أو حادي بادي، صح؟ كل الأمم كثير، صح؟ هذا استقسام بالأزلام. أو قال يا شيخ إبراهيم تريد تتزوج ومتردد تتزوج ولا لا، خذ إيش؟ وردة، بسم الله، تزوجها لا تزوجها، تزوجها لا تزوجها، تزوجها، قال توكلنا على الله. هذا استقسام بالأزلام الذي كان عليها الجاهلي. أو يأخذ إيش؟ العملة الحديد ورمي، جاءت على الكتابة تمشي، وجاءت على السفينة النخلة ترجع، لأنه خطر السفينة النخلة. هذا عندهم عجيب، والله عجيب إخواننا. والصغار يعلم الصغير إذا سقط له سن يستقبل الشمس، صح؟ ويقول ينادي الشمس، يقول يا شمس يا شموسة خذي سني واعطيني. الشمس تعطيك، إذن هي عندنا من يعبد الشمس، صحيح؟ شرك أكبر، صح؟ صح، خلي الشمس تعطيك، إذن معنى هذا عندنا من يعبد الشمس. بل بعض الأشجار يسموها عندنا بعضهم بماذا؟ عباد الشمس، صح؟ أعوذ بالله، المفروض تقول هذه الشجرة تدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، قال لا، دوار الشمس ممكن. تمام. المهم سلطان من السلاطين في زمن من الأزمان أراد الخروج إلى الصيد، والوزير قال أخرج معك، قال تعال معي. فعندما أراد الخروج جرح الملك في إصبعه، جرح بسيط، فقال الوزير للملك خير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كل، قال هذا خير. غضب الملك وقال فرحت أني قطعت، تعال. أخذ الوزير وأدخله إلى السجن وأغلق على الباب، قال سجنت؟ قال نعم، قال لعله خير، مستهزئا يقول للوزير، مستهزئا يقول لعله سجنك خير. ثم مضى الملك في طريقه إلى الصيد. عندما كان هذا السلطان في الصيد وهو يمشي أمسكوه جماعة من الناس، قال ماذا تريد؟ قال نحن لنا أيام نبحث عن إنسان نقدم قربان للآلهة. قال أنا ملك، قال أنت كبش سمين، أحسن قربان للآلهة، قيدوه. فعندما أرادوا وضع القيود في يديه وجدوه معيب، مجروح الإصبع، قالوا أنت معيب، لا تصلح أن تكون قربان للآلهة، تركوه. تركوه رجع إلى من؟ إلى الوزير، وقال والله صدقت إن قطعي خير. قال الوزير لا والله أنت صدقت، سجني خير. قال لماذا؟ قال لو كنت معك أنا لست بمعيب، كنت الآن في عداد الأموات.
المسلم لا يتطير، المسلم لا يتشعب. في زمن من الأزمان كانت العراق ملكية، في القديم كان عندهم الملك فيصل في العراق عراقي، وخرج رجل من السعودية، ذهب إلى العراق، ظل بها 6 أشهر، ثم رجع إلى السعودية، حصل انقلاب على هذا ملك العراق، ذبح وذبح معه 20 من أقربائه. فقال أحد الأمراء لهذا الرجل، قال: أنت شؤم على العراق، أنت شرارة، أنت نحس. فقال: يا طويل العمر، ارسلني على الدولة الصهيونية. فهمت؟ قال: ارسلني إلى الدولة الصهيونية، أقضي عليها بدون سلاح بدون شيء. هذا أمر ليس بيدي، هذا أمر كتبه الله. صح؟ إذن المسلم ماذا؟ لا يتطير، لا تشعم، تغمز عينك اليسار، حكت يدك اليسار، تنميل. والله بعض الناس يقول: والله نفسي مقبوضة اليوم، أشعر مصيبة قريبة، أعوذ بالله. هذا يعلم غيب؟ صح يوجد؟ هي نعم. وبعض الناس يعني يصنع أشياء، يتطير عندنا بعض الناس بالمصحف. بماذا؟ بالقرآن. الآن هو يريد يتزوج أو لا، إيش يأخذ؟ المصحف ويفتح هكذا، وقع نظر على آية فيها رحمة، ادخلوها بسلام آمين، قال توكلنا على الله تزوجنا، يفتح على آية فيها عذاب، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون مثلا، قال أعوذ بالله. هذا تطير بالقرآن، والله لعب. القرآن نزل لهذا؟ تسافر أو لا تسافر؟ عجيب. هل صنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ وهذا يعني أمر كثير جدا. لكن التطير يذهب الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالتوكل. وبعض الناس يقول: طيب أنا أستخير. طيب تستخير وماذا تصنع؟ قال: أنام. بعد الاستخارة يأخذ غفوة ينام. لماذا؟ قال: إذا رأى يعني رؤيا طيبة يمضي، وإذا رأى يعني كوابيس وكذا يحج. لا، إيش علاقة الرؤية بهذا؟ انقطع ثوبه، انقطع نعله، ما لا علاقة بهذا. صح؟ إيش علاقة قطع؟ النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة ماذا حصل له؟ صح؟ أوذي، عودي، قالوا عنه ساحر وكذاب. توقف عن الدعوة تطير؟ لا، بل تفاءل عليه الصلاة والسلام. إذن يا أخواننا لابد أننا نتفاءل ولا نتطير ولا نتشائم.